حسم الاسم والهدف للمناورات الجوية والبرية والبحرية في الكويت. أتوا من 30 دولة للمشاركة في مناورات قوامها 5000 جندي لكسب قدرات قتالية متطورة ورفع مستوى التنسيق على مستوى القيادات والميدان وتبادل الخبرات في مجالات عدة على رأسها مكافحة الإرهاب. قوات مشاة البحرية الأمريكية للتدخل السريع تقود المناورات التي تتعلق بحرب الشوارع. وللقوات التي تنفذ العملية ضد إرهابيين مفترضين يأتي الإمداد من الجو. استفدنا احنا من الدول الصديقة والشقيقة في كيفية نقل القوات من البر الى عن طريق البحر الى الجزر. واستفدنا منهم في عملية نستفيد من خبراتهم بعملية تطهير المناطق المبنية، كيف ننقل القوات عن طريق الجزر، في عملية التنسيق بين الطائرات والتنسيق بين المدفعيات. أما الأمريكيون فيضعون التنسيق الميداني على رأس أولوياتهم. الغرض من هذه التدريبات هو إظهار مدى القوى التي تتمتع بها الدول المشاركة وقدرة الوحدات المتحركة على الاشتباك والتحرك انطلاقا من آليات الهجوم البرمائية. وللمشاركين الآخرين تبقى هذه المناورات فرصة كبيرة لكسب الخبرة. بخصوص المناطق فهي الآن صارت من أصعب الحروب اللي هي المناطق المبنية، فاحنا نحاول نكثف التمارين عليها لكي يستفيد منها الأطراف كلهم حتى احنا نستفيد منهم. إذا عندهم شيء جديد يضيفونه لنا أو احنا نضيف لهم من خبرتنا اللي قاعدين نمارسها في التمارين. مناورات هدفها ميداني ورسالتها التحذير من المساس بأمن الخليج. سعد العنزي، سكاي نيوز عربية، جزيرة فيلك، الكويت.